إخواني، السلام عليكم. مرحبا بكم في صف جديد. بالنسبة للناس اللي عندهم ليكاب ديال الاتصالات المغربية مازال ما مسجلاش، يمكن لكم تسجلوه عن طريق واحد التطبيق ديال الاتصالات المغرب. تبعوا معايا الشرح. ندخلوا البلاي ستور، تلشارجي واحد التطبيق سميتو امتي بريبايت كيليو. ديجا ما انستالي عندي، ديال اوفرير. ندخل النمره هنا، كليك على فاليدي، نزيد واحد كوتش ميساج، نديرو فاليدي. هنا عندنا تسجيل بطاقتكم جوال ولا تسجيل بطاقتكم جوال القريب لكم. تسجيل بطاقتكم جوال القريب لكم خاص تكون عندك لاكارت ناسيونال ديال اللي غتسجل ليها ديك لاكارت. غندخلو تسجيل بطاقة جوال القريب لكم. ندخلو النمرة اللي غنسجلو، كليكيو على فاليدي. من بعد غيجي لنا واحد الكود ميساج، الكود اللي جانا في الميساج، كليك على فاليدي. غادي نسكانيو لاكارت ناسيونال، كليكيو. من بعد كنقلبو لاكارت، كليكيو هنا، نعاود كليكيو. من بعد نديرو الأمضة، كليكيو، نديرو التأكيد. من بعد تأكيد الإخوان على الطلب ديالنا كيتسجل، هو هادشي اللي عندنا في هاد الشرح. والسلام عليكم.